بسم الله، هنبدأ مع موضوع جديد لسن 6، جوجل مابز بالماركرز والأوفرلايز. الماركرز والأوفرلايز من أهم الموضوعات اللي موجودة في جوجل مابز. خلاص عايزين نعمل درو، ومساعات بنسميها drawing on the map، زي نرسم فوق الماب. خلاص في طرق وفي حاجات كتير هنتعرض ليها، زي الماركرز، زي الشيبس اللي هي البوليجونز، البولي لاينز، البوليجونز، السيركل، الريكتانجلز، دي كلها مجموعة من الشيبس اللي هنتعرض ليها. الماركرز نفسها اللي هي البناية اللي بتبقى مرسومة دي، أو السهم اللي بيبقى موجود ده، خلاص اللي هو ده يعني المعروف دوت، خلاص اللي بيحدد اللونجيتيود واللاتيتيود. وبرضه هنتعرض للانفو ويندو، الانفو ويندو ازاي بنشتغل عليها، والسيمبلز. ممكن ناخد نبذة عن الايفنتس او نخليها للادفانسد. الماركرز بتستخدم الستاندرد سيمبلز، الرموز الاساسيه الموجوده، خلاص. وممكن نعملها كاستمايزيشن، نعملها انيميتنج، نشيلها خالص الى اخره، خلاص. يبقى ببساطه الماركر ده بيحدد المكان اللي على الخريطه، خلاص. الماركر ده بيستخدم الستاندرد ايمجز او ايكونز، الصور الاساسيه اللي موجوده من جوجل. ممكن نقدر نخليها ايمجز خاصه بينا، دي محتاجه مننا شغل تاني يعني، انا هشتغل في الايكونز. لكن الاساس بتاعنا حاجه اسمها ماركر، ام كابيتال مارك، الاوبجكت الاساسي، وبنشتغل عليه وبنحدد الشغل بتاعنا من خلال ماركر، ماشي. اول حاجه هنتعرف او ناخدها اللي هي حاجه اسمها اد ماركر. اد ايه؟ اد ماركر. ونشوف على طول اد ماركر اول حاجه نشتغلها على طول بشكل عملي. طيب كلام جميل. دي اللود ماب بتاعتنا. هنعمل متغير تاني او فاريبل تاني كده، اقول var مثلا ماركر، خلاص. وده بيساوي تو نيو جوجل دوت مابس دوت ماركر، ماشي. كلام جميل. وادي بدايته وادي نهايته، بس جوه هنا في شغل، في اوبشنز هنا وفي شغل هنحطه في الحته دي، خلاص. اول حاجه عايزين نحددها هو ايه خصائص يعني الماركر دوت، زي البوزيشن، خاصيه اسمها ماب. البوزيشن بحدد فيها اللاتيتيود واللونجيتيود، خلاص، عشان نحدد مكان الماركر موجود واقف فين بالظبط. فبسيطه جدا، او جاي قايل مثلا بوزيشن بس، انا كده يعني عرفته. طبعا هو هنا الماب واخده لونجيتيود ولاتيتيود معينه، فاحنا ممكن نخلي الماركر ده كفاريبل كده، احطه جوه اللود ماب عشان يبقى كل حاجه جوه اللود ماب، يعني لما يدعي اللود ماب كل ده يشتغل، ماشي. حلو قوي. وبعد كده هعرف قبليه، خد بالك بقى، هعرف قبليه فاريبل هسميه ماي لونج، او لات الاول لات لونج، يعني لونجيتيود ولات ايه؟ ولاتيتيود. قلت بيساوي، قمت حاطط جواه، عايز احط جواه القيم دي، ماشي، اللي هو المكان اللي احنا محددينه. فجيت هنا قمت قايل اهو بيست، حاطط جواه النص، بس لازم احدد طبعا ليهم اسم. فاقول له ده اللانج، ده اللات، اسف دايما اللات ابدا باللات، ده اللات وده اللونج، شيل اللات والعزلة، استغفر الله العظيم، وادي الايه؟ وادي اللانج. ده كده عرفت فاريبل لات لانج، ماشي كده؟ حلو قوي. احنا كان عندنا كده الايه؟ اجي هنا بقى في السنتر كنا مدينه ده، صح كده؟ هقول له لا، في السنتر هنا بقى هقول له على طول كلم ماي لات لانج، خلاص كده؟ يبقى كده عملت ايه؟ عملت فاريبل شال البوزيشن بتاعي
واستخدمته على طول هنا في الماب اوبشنز، وهنا في البوزيشن في الاوبشنز بتاعت الماركر هقول له برده ماي لات لونج. يبقى كده انا ضربت عصفورين بحجر، عرفت المتغير فوق واستخدمته في الماركر واستخدمته في الماب اوبشنز من دون مشكله. انا بس متضايق من الماب اوبشنز بصراحه، فيها حاجات كتير انا مش محتاج كل الحاجات دي في الليسن ده. سنتر وزوم مش مشكله كفايه قوي، مش عايز بقى كل الايه كل الكلام ده خلاص. يعني ماب اوبشنز كده صغيره بسيطه خلاص، ومسلمها للماب. يبقى انا عرفت الفاريبل ماب وعرفت الماب اوبشنز عشان بس تبقى الدنيا بسيطه. وعرفنا الماركر وحطينا ماي لات لونج اللي هو شايل المكان بتاع البوزيشن بتاعه خلاص. عرفنا البوزيشن، فاضل لي الماب، فاضل لي الايه الماب. ياخد الماب قلت كوما ترو ماب، وهنا عايز اقول له بتساوي فين الماب. المفروض الماب احنا عرفناها تحت ايه، سميناها ماب برضه، سميناها ايه، سميناها ماب برضه. فممكن اقول له هنا ماب خلاص، بس طبعا لازم اعرفها الاول. يعني المفروض ان الماركر اتعرف، يعني اخد الماركر كده واقول الماركر انت خليك بعد ما تعرف الماب على اساس انت بتستخدم الفاريبل بتاع الماب، فيبقى هنا اهو كده. ايوه بس انا عايز اظبط بس، يعني المفروض تبقى تظبط طبعا، تهتم بحاجات تظبيط الكود دي لان مهمه جدا. طيب انا عرفت كده ادي الماي لات لانج الماب اوبشنز، وادي الماب، وبنتكلم دلوقتي على الماركر. قال لي انا محتاج منك البوزيشن، اديته البوزيشن، قال لي البوزيشن طبعا انا ممكن يكون البوزيشن بتاع الماركر على الماب. والماب ذات نفسها قلت له الماب هي ديت اللي هتطلع عليها. ممكن كمان نحدد التايتل اللي هيطلع على الماركر ده، اقول له تايتل، اقوم حاطط التايتل اللي انا عاوزه، وقمت كاتب مثلا Egyptian region. تمام كويس كده، انا حددت ايه، حددت رساله كمان هتطلع على الماركر ده. تعالى نشوف في ايرور، الماب هنا ناقصه سيمي كولون. ايه ده، في غلط، ايه دي السيمي كولون دي، السيمي كولون اهي دي بتاعت الماب. مفيش هنا ده ماب اوبشنز، مفيهاش مشكله. بس في حاجة منسية أو مش مظبوطة. طيب احنا عاملين نراجع كده، ده ماي لات لانج مش مشكلة، هما خمطين وسيمكون وخلاص. ماب اوبشنز حطينا فيهم حاجتين بس، السنتر والزوم، حتى شفت الكوما مش مشكلة، أو حطيتها مش مشكلة. الماب ذات نفسها متعرفة بالقوسين دول على أساس إن هي أوبجكت وجواها سلمتها الدفاية والماب اوبشن. ماشي كلام جميل. الماركر عرفت الماركر وجواه حطيت البوزيشن والماب والتايتل، دول 3 اوبشنز بتوعه مش مشكله. وده استنى بقى، فين قفله الفانكشن اهي، لود ماب اولها اهي، ونسينا نقفل او مسحنا قفلتها اهي، فانا قافلها هنا كده. دي قفله الايه الفانكشن، ايوه تمام كده. ادي الايه، ادي الماب، وادي الايه الماركر بتاعنا خلاص في المكان اللي حددناه. اقوم بقف عليه بيطلع كلمه ايجيبت ايه ايجيبشن ريجن. بكده نكون عملنا اد للايه اد ماركر.